أذهب مباشرة إلى زميلنا مراسل الإخبارية السورية في مدينة حمص أسامة ديوب، حياك الله أسامة. نعم، تحية لك وتحية مشاهدينا ورحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. نعم، أسامة، ماذا في تفاصيل على خلفية هذا التفجير الإرهابي صباح هذا اليوم في حي الزهراء بالقرب من شركة الكهرباء؟ تفضل. نعم عبدو، مع حوالي الساعة 9:15 صباحا اشتبع العناصر الأمنية بسيارة، كانت سيارة بن كريم، وعلى الفور قامت بالتعامل معها وإطلاق النار عليها، مع انفجار هذه السيارة الثانية بداخلها انتحاريا. هذا التفجير أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة 30 مواطن، تم نقلهم إلى مشافي المدينة وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم. حتى الآن هناك بقي حوالي 10 مواطنين حالتهم حرجة داخل مشفى الباسل والمشفى الأهلي بحمص. أيضا على الفور سارع الدفاع المدني لإزالة الركام وما خلفه هذا التفجير الإرهابي في الموقع. طبعا عبدو، في كما جغرافيا موقع هذا التفجير أين حدث، هو على الطريق الواصل بين دوار باب تدمر ومدخل حي الزهراء مباشرة باتجاه دوار ساحة الزهراء على مسافة ما يقارب 100 متر تماما. وقع التفجير مقابل مركز طوارئ الزهراء والمدخل الذي يؤدي إلى إلى مستوصف الشفاء. في هذا اليوم تحديدا بدأت حملة لقاح الأطفال ضد مرض الحصبة. كان هناك الكثير من المواطنين الذين أتوا بأبنائهم إلى هذا المستوصف، بعض منهم قد أصيبوا، أيضا بعض الأطفال قد تعرضوا للإصابة جراء هذا التفجير الإرهابي. على مثل كان نية الإرهابيين الدخول إلى داخل حي الزهراء وإلى مكان أكثر اكتظاظ من هذا الشارع الحيوي الذي هو طريق عبور غالبا للمواطنين. كانوا يحاولوا الدخول إلى داخل حي الزهراء لمكان أكثر اكتظاظ وإيقاع أكبر قدر من الشهداء والضحايا، ولكن الصحوة الأمنية من عناصر الامن اللي كانوا متواجدين في المكان منع من وقوع كارثه كبيره في حي الزهراء. طبعا ادي هذا التفجير كان قد سبق هذا التفجير الارهابي الذي استهدف المركزين الامنيين في مدينه حمص، وقد كان هذا التفجير له هدف هو تعطيل المصالحه اللي كانت بدات في حي الوار، لكن هذان التفجيران الارهابيان لم يوقفا عمليه المصالحه في حي الوار. هذه العمليه التي استمرت وتم تنفيذها، وقبل يومين اعلنت مدينه حمص خاليه من السلاح والمسلحين. من جديد اراد الارهابيون وداعمينهم من محاولة ضرب حالة الأمن والاستقرار في مدينة حمص، ولكن أبناء مدينة حمص مستمرون في قطار المصالحة وسوف يتوجهون إلى الريف الشمالي، وهذا لم يثنيهم عن عزيمتهم وإصرار عن مواصلة حياته والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري الذي يسطر مراحم البصورة على امتداد أرض الوطن، واليوم الذي استطاع من دحر تنظيم داعش في منطقة المحسة شرق الفريتين. نعم زميلي مراسل الإخبارية السورية أسامة ديوب، كنت معي عبر الهاتف من حمص، شكرا جزيلا لك.